attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. ليلة صافية رائعة، جو كورة اليوم، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان لاعبين راح أسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. أجواء خيالية غير عادية هنا في سان سيرو، دائما ما تحمل مع هذا الملعب. تسديدة في اتجاه المرمى. بداية كانت جميلة لكن النهاية كانت صعبة جدا وحزينة. مارتينيلي، تمركز واستلام كرة كان رائع جدا لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أما قوية من جيسوس. فعلا وسجل كرة في الشباك. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. الآن تأتي الفرصة من أجل تحقيق الفوز ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. أي مهارة، لقطة خيالية، كرة جميلة، هدف لا يسجل إلا الكبار. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. ضربة رأسية وينجح في تسجيل الهدف. دقائق أولى مجنونة، أصبحت 2-0. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. الآن النتيجة 2-0 من لعبة جميلة، تسديدة أجمل. ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. باريلا، مارتينيز، باريلا، شاكا، أوديغارد. أرسنال بداية ولا في الأحلام، تقدم بهدفين. جابرييل جيسوس، كرة رأسية. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. جابرييل ماغالايس، أوديغارد، جابرييل مارتينيلي، أوديغارد. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. محاولة تسديد. الآن فرصتهم للمرتدة. بارتي يبحث عن المهاجم. جابرييل جيسوس، كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. دومفريس، أوديغارد، بارتي، شاكا، جابرييل جيسوس. جابرييل، ضربة رأسية. لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات. مارتينيلي أكيد محبط بعد أن كان في وضعية مميزة أمام المرمى، لكنه في النهاية أوديغارد يتسبب في احتساب المخالفة. شاكا، جابرييل جيسوس،
يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، تدخل قوي ورائع بدون خطأ. جيكوب، مختاريان، نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. جابرييل جيسوس، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. أوديغارد، تشاكا، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. تشاكا على تنفيذ الخطأ. مارتينيز، جابرييل جيسوس، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. جابرييل جيسوس، لمسة رائعة من ساكا. عرضية، ينجح في بعادها عن مناطق الخطورة. دي ماركو يستحوذ، يحتسب الحكم ركلة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. مارتينيز، الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. الكرة الممتعة اللي يقدمونها في مباراة اليوم، الأداء السلس الممتع والأهداف والسيطرة وكل شيء. يحتاجون أيضا ربما إلى مزيد من التركيز لتكون أهداف أكثر في الشوط الثاني. إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. لم يحدث أي تبديل في المباراة. كرة بالعرض، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسب الحكم، انذار مستحق في رأيي. جيكو يتقدم بقوة بدنية كبيرة، عليه لا يلوم الا نفسه على ضياع هذه الفرصه. كانت هجمه واعده لكنه تاخر كثيرا في اتخاذ القرار. فات الميعاد، يستعيدها ساكا، فرصه خطيره هنا، كره نحو الامام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. يا لعيب، كره جميله هنا، مختاريان، أوديغارد. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. في الوقت المناسب يتدخل مارتينيلي، يحاول اختراق الدفاع بمهارة العالية بإمكانيات الهائلة، ولعل لمسة رائعة من ساكا. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. هنانا يبعد الكرة، تمريرة بينية عند المساحة الخالية على الطرف، كرة راسية. سجل كرة في الشباك، نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت.
إيدين جيكو. الكرة ملعوبة من مسافة. ساكا ممتاز في التمرير. بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى. وايت يرتكب مخالفة واضحة جدا، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. مارتينيز محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ. محاولة جيدة لاختراق الدفاع، لديه ثقة كبيرة وأعتقد راح يحاول من جديد. كانت انطلاقة مميزة وطموحة لكن الدفاع وقف له بالمرصاد في اللحظة الأخيرة، منعه من المرور. زينتشينكو والآن فرصة للتحول للهجوم. ضربة رأسية، أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. شاكا ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. لمسة على اليسار واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. Substitutions taking place. تمريرة جميلة. لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة، ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. Substitution. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. أوديغارد الفوز اقترب، عليهم التمسك بالنتيجة في الدقائق المتبقية. مرت الكرة، ساكا، لمسة رائعة من ساكا والهدف يأتي. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم، هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. تمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. مباراة للتاريخ هنا صراحة، مباراة للتاريخ، هذه مباراة لن ينساها، يتلاعب الجميع في الميدان. هذا الحريف، نتيجة المباراة أصبحت محسومة الآن بكل تأكيد. بارتي جرانيت شاكا، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. فرصة هجوم معاكس، جرانيت شاكا بعيدة تماما عن المرمى. كان على وشك استغلال هذا الخطأ. جابرييل جيسوس يتسبب في خطأ. انتهت المباراة بهذا الجهد الكبير، بهذه الروح العالية، بهذا الأداء المدهش. جميع عليه أن يصفق على ما قدموه اليوم، وبالتأكيد على الانتصار المستحق. جابرييل جيسوس يحتفظ بكرة المباراة.